توقفت حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ولم يشهد معبر كرم أبو سالم عبور أي شاحنات للمساعدات منذ يوم الخميس الماضي. للمزيد من المتابعة أرحب بالزميل علي فتحي الذي انضم إلينا على الهواء مباشرة من مدينة العريش بالقرب من معبر رفح البري. أهلا بك علي بداية، وإذا كان لك أن تطلعنا حول ما أشرنا إليه في هذا الخبر عن توقف دخول الشاحنات، هل هناك من أسباب معلنة أم ما الذي يقف وراء وقوف دخول المساعدات؟ تحياتي لك في البداية أحمد. يعني بالفعل منذ يوم الخميس الماضي تم وقوف دخول الشاحنات إلى ميناء رفح البري صوب معبر كرم أبو سالم، وتضع العراقيل سلطات الاحتلال أمام دخول الشاحنات رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري في تجهيز تلك الشاحنات من أجل رفع كاهل المعاناة عن الزملاء والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العشرة أشهر الماضية. ولكن يعني الحجج التي يقولها جيش الاحتلال كثيرة، وعلى أبرزها على الإطلاق أنه يعني يوم الجمعة لا يسمح بعبور الشاحنات، ويوم السبت هو الأجازة الرسمية للجهاز الإداري في دولة الاحتلال، فبالتالي لا يستقبل معبر كرم أبو سالم أي شاحنات خلال يومي الجمعة والسبت. وعلى مدار الأسبوع أحمد، يعني منذ استئناف دخول الشاحنات يوم الأحد الماضي، لم تسمح سلطات الاحتلال إلا ب 77 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، وأيضا نحو 20 شاحنة محملة بالمواد البترولية فقط، وتضع العراقيل تماما أمام الإفراج عن هذه الشاحنات في التو اللحظة بحسب قول موظفو الأمم المتحدة، وأيضا يعني موظفو برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث أنهم أصدروا بيانات عديدة تنذر من يعني بدء حدوث مجاعة وتفشي المجاعة في قطاع غزة. نعم. وعدم قدرتهم على السيطرة على هذه المجاعة نظرا لشح الإمدادات وندرة الإمدادات الغذائية التي تصلهم مع انعدام الأمن الغذائي، وأيضا انهيار النظام الصحي في قطاع غزة. في الأيام القليلة الماضية علي، فوجئنا بزيارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة للمعبر وقيامها بجولة في المعبر، ولعلي أتذكر جيدا أنك أنت نفسك تساءلت مستغربا فيما الزيارة وفيما هذه الجولة وما الأسباب وما الدوافع. هل تكشفت لديك بعض الحقائق حول هذه الزيارة، وهل من رابط ما حول حركة دخول أو عبور الشاحنات وهذه الزيارة التي قامت بها سفيرة واشنطن لدى القاهرة؟ هو أحمد، يعني دعني أقول لك أن السفيرة الأمريكية في القاهرة خلال زيارتها يوم الاثنين الماضي سمحت سلطات الاحتلال بدخول نحو 74 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، وبعد ذلك رفضت 20 شاحنة من تلك هذه الشاحنات. ولكن الزيارة كانت في مجملها هي جولة تفقدية للمرة الثانية تقوم بها السفيرة الأمريكية في القاهرة، وكان معها يعني الجديد في هذه الزيارة أن كان معها وفد مرافق هو مسؤول النظام الإنساني في منظمة الأمم المتحدة، وأيضا مسؤول الأمن القومي لدول شؤون أفريقيا أو دول شمال أفريقيا، فبالتالي كان هذا الشيء البارز في هذه الزيارة. وكانت زيارة يعني روتينية للغاية، زارت المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، تفقدت عملية تجهيز الشاحنات، ثم ذهبت إلى معبر رفح ميناء رفح البري في زيارة قصيرة، ومن ثم ميناء العريش البحري للاطمئنان على المستشفى العائم، وأيضا مشاهدة حركة عبور المساعدات ودخول المساعدات التي تصل إلى مصر عن طريق ميناء العريش البحري فقط، ومن ثم عادت مرة أخرى إلى القاهرة. ونحن أيضا في المركز اللوجستي بعد زيارتها للمركز اللوجستي رفضت اصطحاب الأطقم الإعلامية التي تغطي هذه الزيارة، واكتفت بالتغطية خلال زيارتها للمركز اللوجستي فقط. يعني
عموما أشكرك شكرا جزيلا، ويقينا سنعود التواصل معك لاحقا لموافاتنا بما استجد عندك من تطورات. الزميل علي فتحي متحدثا إلينا مباشرة من العريش بالقرب من معبر رفح البري.